سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير. نبدو الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله. انا يا نغيب شهر شهرين يا ندير زياب فيديوهات ورا بعضهم. المهم اليوم جبت لكم فيديو حول مناسبه صرت لي انا، ودوك تعرفوها في نهايه الفيديو، وراح نشارككم التحضيرات لهذه المناسبه. حاجة بدينا بها هي ليكوفر بونكيت. راح ندير المناسبة تاعي في صالون صغيرة، باك مش حندير في صالون كبيرة، بس كو صالون كبيرة خليناها للرجال. هنا ليكوفر شريناهم في الغوز، ودوك راح نعطيكم لماعن. اول حاجة شريت هذوما المغارف الصغار والكبار، صغار تاع القهوة والكبار تاع الحليب. السيرفيس بيان سير اللي لازم نشرو في المناسبة تاعنا، لازمنا سيرفيس جديد. هنا شريت سيرفيس هذايا الغوز، عجبني تعرفوني نموت على الغوز، وزيد لقيت سيرفيس كيوت ومام طون غوز كيما راكم تشوفوا فيه، جاي سامبل، وزاد عجبوني مام اللقطه تاع الصحونه تاعو. زيد اهم حاجه واحده اخرى هي الترموسات، كيما راكم تشوفوا واحده للحليب واحدة للقهوة، شريتهم غوز كلار كيف كيف زي السيرفيس. وشريت مام هذوما تاع القهوة والحليب، بهم بعد كي تحطوهم في الطابلة ما يتخلطوش عليكم، تعرفوا ترموسة القهوة وينها وتاع الحليب وينها. بالنسبه للاشياء اللي بقات، كاينه بورت سيرفيات، وعباكم لي بورت سيرفيات كاين انواع وانواع، كاين هذوك اللي تطبقوا الصراف وتحطوا فيهم، كاين اشكال والوان. لقيت صح في الغوز وحيد باهين، بصح حبيت نبدل شويه شريت هذه بركه. كيف كيف هنا السكريه شريت هذه، باه تجيني اشرتي مع البورت سيرفيات ومع السنيات اللي شريتهم. وكيف كيف هذه ماهيش تاع في الدوري، هذه تاع المغارف، ما فهمتش علاش نشبهها الكاس تاع امين حوت تاع يوزر سيف. بالنسبه للسنيات شريت هذايا السيرفيس تاع السنيات، فيه ثلاثه، واحد صغير خلا عجبوني، يعني ماهيش هذه هذيك الكبيره بصح جايين سامبل وملاح. مازال راح ندير مام التحليه، راح نحطها في هذوما سنيات تاع السعف، شتهم سولد ثلاثه 200 ألف. راح نحط واحده فيها جو وواحده نحط فيها التحليه تاعي. بالنسبه للقش قلت لكم شريت هذاك الكوفر بونكيت الغوز، هذه الزربيه الغوز، وشرينا مام الكاشريدو كيف كيف جاي في الغوز. الكاشريدو هذايا اللي شريته قبل من عزابه، شريته نورمالمون ب 200 ألف، وشريت معاه ريدو هذاك البلون فيه ديسان غوز باه يجي مع بعضه. وهنا كملت تجهيز الصالون. هنا الصالون مبدئيا راهي جاهزه، ركبنا لي كوفر بونكيت، سيقنا، فرشنا الزربيه، وركبنا هذايا الكاغط اللي جاي في الحيط باه نكاسيو به شوي لي كولار تاع الصالون. الحق عطاها شغل واحد الزيبه كباهي ومام وساعد، ما فهمتش كيفاه، بصح الكاغط هذاك علقناها بانت لينا الصالون واسعه اخلا. هنا خليت اختي تكمل التحليه، وجيت انا واختي الاخرى قاعدين نسجو في الكاتو. الكاتو
كومونديتو من عند وحده، كومونديت حاجه هكا خفافه بركه، وبدينا نسجو في الحوايج. بالنسبة للقاطو كومونديت الجريوش وكومونديت زوز أنواع واحد أخرين، هذا النوع المارون تاع فريرو روشي، وكومونديت هذاك النوع الأبيض، وكومونديت مام المقروض، ومع التحلية هذاك هو فقط هذا وش حطينا في لطابل مع القهوة والحليب والجو طبعا. للتحلية هذه التحلية درتها أختي، حاجة سامبل بركة، كنا حابين نديرو شكل واحد آخر بصح في آخر لحظة لقينا كريم شانتي فازدة، وكاين أنواع ياسم الكريم شانتي كي ديراها ما تطلع لكش ليلي، سو بدلنا الشكل في آخر لحظة بصح جات مليحة أتهبل. بالنسبة للمناسبة اللي درت على جالتها هذا الشيء كله هو نجاحي في مسابقة الدكتوراه، الحمد لله يا ربي عوضني عن سنوات التعب اللي تعبتها قبل، عوضني عن حاجة كنت حبتها ودعيت وبكيت عجلتها وعوضني ما خير منها. أنا الحقيقة في البكالوريا كنت حابة نجيب معدل أكثر وكنت حابة ندير تخصص واحد آخر، الحمد لله رب رزقني بالمدرسة العليا ورب رزقني بخدمة وتنخدم أستاذة وحبيت المهنة داعي، الصح ربي سبحانه زاد عوضني بنجاحي في الدكتوراه وسهل لي أموري كاملة، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. يعني البنات أي حاجة تصرى لكم كلوش هذه هي النهاية، وديما استنوا أنه ربي سبحانه يعوضكم بحاجة خير وخير. أنا الحاجة هذه والله ما كنت نخمم فيها، صح كنت نتمناها بصح ما كنتش نخمم فيها ديما، ما كنتش نسنى فيها أنها اعتصرى، بصح ربي سهل لي أمورها جدا. إن شاء الله يا ربي يرزقكم يا البنات بالفرحة أكبر من فرحتي، وإن شاء الله يعطيكم ويرزقكم ديما الحوايج اللي تحبوها، المهم أنتم ما تفشلوش وديما ادعوا وما تقنطوش أصلا من الدعاء. إن شاء الله أي واحدة فيكم تحب حاجة ربي حققها لها، نقول لكم نحبكم ياسر، خلاص نوني في الفيديوهات على المرة الجاية، سلام.